الآن لازم تكرر المباراتين هذه مباريات لاعبين، مباريات ظروف، ممكن مباراه وظروف خارجه عن الاراده، في انديه على حافه الخطر ما تتحمل، وفي انديه ممكن تخدمها، وهذه كره القدم. اذا في نادي والله داخل على انه خايف وانه يائس من التاهل ولا انه زي كذا ممكن يسقط. اما الانديه اللي فعلا عندها الرغبه، وانا اشوف مثلا الطائي كيف متطور، اشوف مثلا التعاون كيف متطور، الفتح كيف قبل التوقف طلع فوق وابتعد عن الخطر، هذا قبله طبعا ضمك والفيحة من قبل أبها تقريبا. بس الأندية اللي بعدها هذه أنت تخاف على الحين على الفيصلي، تخاف على الرايد، الأهلي الحين والرايد بيتقابلون وهم نفس الليفل، نفس هذا 31 حصل والأهلي حصل تقريبا 36، هنا 33 والرايد 11، يعني في تفوق برضو للأهلي تقريبا. فلذلك المباريات هذه بصراحة مباراة لاعبين، مباراة ظروف داخل المباراة. وأنا بصراحة أتمنى أن يبقى من عند لاعبين الرغبة أنهم يبقون، يعني مو تساعدهم الظروف، يعني في لاعب تلقاه يبغى الرغبة وتلقاهم شادين حيلهم ولكنهم ما يحققوا النتيجة، وفي لاعبين تجي وهم مهزومين تلقاهم فجأة جالسين لك في الدوري هذا ويعيدوا نفس النتائج ونفس الطريقة.